Andiamo, 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 andiamo. فيه فرق توفقت وفرق قل توفيقها، والأكيد أن كل فريق في مخلاته مفاجأة، وإن شاء الله تكون مخاليهم مليانة. الليلة راح نشوف معكم معشى الفرق البارحة ومسراحة واليوم وصيدهم، والصيد اليوم غير. وطبعا في ختام الحلقة راح نعلق طبعا على الصيد، وراح نتكلم عنه وعن الفرق وعن المخالي المليانة واللي أفلست، راح نتكلم عنها أبو ثابت إذا الله أراد. ونتمنى ان شاء الله الجميع التوفيق، وخلونا نشوف اجواء المحميه قبل ما يبتدي احداث البرنامج. خلينا نشوف معاكم وراجعين. بعد ما هوى نجم وبدا نجم ليل وغاب، تجافت جنوبي والعزايم شفاويه، تمادى السهر والطاري اللي فتح له باب، خذ النوم في دربه وقلب الولع ما في حيله وطب طباب، سوات الوحش لا فر من كف راعيه، سوات الوحش لا فر من كف راعيه. دعتها العسوس بعلمها والهوى ظلاب، وجاتك تزعج للربيع رعايا انتبارات اطوي البعد طي ثياب، تشابه سرايا الجند في يوم حربيه، عطايا الله خيار المكاسب هوى للباب، غنات الرجل غايت هواه عزاويه، غنات الرجل غايت هواه. نسيتها خلاوية قرام الخريشة اللي من الطير قلبه.